عامان والاقتصاد الوطني على شفا الانهيار، واليوم يصل إلى المرحلة الأخيرة التي تعجز فيها السلطات المالية لميليشيا الحوثي والمخلوع عن دفع مستحقات الموظفين. استمرار الحرب في ظل توقف إيرادات الدولة والدعم الخارجي لتعزيز احتياط البلد من العملة الأجنبية وجفاف موارد الموازنة العامة أوصلها لنقطة العجز عن دفع رواتب الموظفين. اليمن الغارق في الدم والسلاح يصل مرحلة خطيرة من باب الاقتصاد الذي حولته الميليشيا إلى مخزون استراتيجي لدعم حروبها وتمويل حملاتها العسكرية، حتى استنزفت آخر أوراقها الاحتياطية من النقد الأجنبي وتقلص رصيد العملة الوطنية تماما، لينعكس ذلك على مصادر دخل الموظفين. ففي كل مرة تلجأ السلطات الانقلابية لاتخاذ خطوات عبثية غير مسؤولة بحق المال العام ومصرف اليمن المركزي، آخرها إقدام الميليشيا على صرف رواتب الموظفين من العملة التالفة، والذي اعتبره خبراء مؤشرا خطيرا للانهيار الوشيك، وستفضي تبعاته إلى كارثة على الجميع. موظفو الدولة هذا الشهر تفاجأوا بامتناع مؤسساتهم عن دفع رواتبهم، ما تسبب بموجة غضب كبيرة لدى المواطنين، خرجت على إثرها تظاهرات وشكلت اعتصامات مفتوحة، إلا أن الميليشيا وكالعادة قابلت مطالبات الموظفين المشروعة بالقمع، حيث تقول المصادر أنها أقدمت اليوم على اعتقال وملاحقة العديد من موظفي وزارة التعليم العالي على خلفية مطالباتهم. ينفذ صبر المواطنين وتتصاعد موجات غضبهم وسخطهم على الميليشيا وسلطتها، فهل ستكون بداية بركان هيأته إجراءاتها الأخيرة وتعديها على مصادر دخل الغالبية في بلد غني بالأزمات فقير بالاحتياجات الأساسية؟